عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الجيل الجاي بالطبيعة رجع بعد ترتيحة الصيف على خاطر شلتنا تفرقت وتقسمت، اللي مشى يخدم، اللي مشى يريقل في أموره، اللي يرتاح، وبالطبيعة اللي مشى يبحر. وأنا سمعت بشكون يخرجوا فيه من البحر بالصيف. أنا لؤي شاني، عمري 26 سنة، يوتيوبر وصانع محتوى، نخدم على السياسة في الديجيتال في الانستغرام، تابعوني على ماسلاس. أما مع أنه أنا يوتيوبر، فما يوتيوبر آخر فتقها من بعضها الصفة ذي. أنا هو اليوتيوبر اللي فتقها من بعضها الصفة ذي. الصفة ذي تعدي لي برسمي فيه برشا خدمة، برشا مواضيع حكيت فيها مزيان على الخرف شاني بتاعي يوتيوب اللي هي أمين. أنا زميل سي لؤي، عمري 16 سنة، نقرا سينما، ومرحبا بكم في القعدة المزيانة هذه. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا بينا، فرحانة برشا لأن موجودة مرة أخرى parmi l'équipe هذيا في استوديو جديد كما قاعدين تشوفوا. دونك مالك بن يحيى، عمري 21 سنة، نقرا 3 أني بسيكولوجي، ممثلة مسرحية، كرياتريس دو كونتوني، تلقاوني مالك بيغريك سورتو لي ريزو سوسيو، تيك توك، انستغرام، يوتيوب زادة، حطينا زميلتكم أما طفيتوني ومش مشكلة. فما واحد من قبيلة صدق قاعد ينبر قال شنو هذا ليه يخدم وحنا في البحر، وهو قاعد يحضر في عرسه ما جاش يتلف. يا ربي تحية المدى. عنده ما أهم هو برامج اليوتيوب. عسلي من اللي يتبع فينا الكل، أنا راني بالحاج رمضان 26 سنة، عن مبادرة مناظرة، وقالوا لي توا قاعدة مزيانة، قلت خلينا نجي نعمل طلة. فرحانة برشا لينا معاكم. فما ناس لا انستغراموز لا يوتيوبوز كيفي هنا. اسمي تسنيم رمضاني، عمري 18 سنه، نقرا باكليتر، ناشطه في دار شباب شارع فاس، ومتاصغر من اصغر عفوا المنتجين اللي في دار شباب شارع فاس. وش هي قلت لي تحب تعمل بعد الباك؟ صحافه. قلت لكم يا جماعه راهي وهره نتاع بي سي ولا فما فوق. تحب تولي زميلتك انت ديجا فيه؟ خاف على روحك، خاف على روحك. به يا جماعه، فما موضوع اللي تجبد عنده برشا ونحن كل مره نطنشوا منه شويه ورجع الحديث عليه، واللي هو الدستور. دونك هذايا قعدتنا اليوم باش نحكيو على الدستور. من قبل، شنو هو الدستور؟ الدستور حسب ما بيان سور الناس الكل تعرفوه، اللي هو كتاب فيه برسك 149 فصل، فيه برشا اوراق برسمي صعيب برشا اللي يحب يقراها الكل وراه، وما فيهوش تصاور للاسف الشديد. فهمتني؟ خاطر انا حبيت نقراها على تصاور لكن ما لقيتهمش، اما في برشا حاجات نجم ينفعوكم. اكثر كومنتير جاي. بون، انا كمواطنه بسيطه وكطفله قرات على الدستور كان في التربيه المدنيه وقت اللي كانت تقرا في الكوليج، ومالغوزمون بعد في الليسي حقرناها كومبليتمون. نعرف اللي الدستور هو اعلى قاعده قانونيه في الدوله. نعرف اللي هو يضمن لنا حقوقنا وحريتنا، يفصل بين السلطات، ينظمهم برشا حاجات اخرين. كنا نجمو نقولوا اللي هو اون جينيرال ينظم سير الدوله ككل، يعني العلاقه بين السلطات، السلطه التنفيذيه، السلطه التشريعيه، والسلطه القضائيه، وبالطبيعه يحدد صلاحيات كل سلطه من السلطات هذوما وحدودها وكيفاش تكون العلاقه ما بيناتهم الكل. بالنسبة لي أنا الدستور هو الحاجة اللي تعطينا حقوقنا، حرياتنا، المغزى اللي نتحركوا فيها، الحاجة اللي تنظم وجودنا في الدولة وعايشنا بسلام. ولا بسيطة. أنا كان نجم زيد عليكم زيادة، الدستور هو اللي ورينا شنو هي شكل الدولة، جمهورية، ملكية، حتى النشيد الوطني نتاعها، العلم والحاجات هذيك الكل. لكن خلينا توا رجعوني، أنا نحب نفهم منين الدستور، كيفاش بدا، كيفاش حكايته؟ باش نحكيو في العالم معناها حسب الغشيرش نتاعي بيان سور، مش نجي هوني قاعده مع سيلو اي اللي يفهم بالكدا في السياسه وهبلنا فيديوهات ما نعرف حتى شيء. دونك نورمالمون اول فكره خرجت نتاع دسترت معناها فكره الدستره معناها الكل في العالم كانت في مع جون ستير اللي هو يتسمى منح الميثاق الاعظم للنبلاء في انجلترا وقت اللي ثاروا عليه، اللي هو يتسمى زيدا ماجنا كارتا، معروف بالاسم هذايا. ثقفنا جيت علي المعلومه، حطينا اول مره نسمعهم معناها حبيت نعرف معناها منين جات الفكره نتاع الدستور، علاش معناها فما حاجه اسمها دستور ابخي تو مرتبط معناها بالاوضاع الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه، وكما قلت لكم هما ثاروا عليه النبلاء في انجلترا، دونك هذاك علاش منحهم الدستور هذا. فهمتك. اما في تونس شنو عندنا؟ في تونس كنا نجمو نحكي ونبداو بعهد الامان اللي اصدر عام 1861، اللي هو كان يتسمى دستور تونس الاول، اللي كان بالحق افونغارديست برشا في مساله الحقوق والحريات نتاع الاشخاص. اول دستور في العالم العربي. واول دستور في العالم العربي، هذا صحيح. احنا ديما ان شاء الله عندنا تونس ديما عندنا كالتجارب الاولى في كل شيء. الحمد لله. سالنا نحن داير
الجمعة هذه كلها عديناها في الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب نسألوا على الدستور وجانا برشا كومنتارات. برشا عباد مش فاهم شنو هي السؤال هذا. قول لنا خويا. اليوم باش تكتشفوه إن شاء الله. السؤال نتاعنا كان شنو هي الحاجة اللي تفهموها وإلا تجي في مخاخكم وقت اللي تسمعوا كلمة دستور. الإجابات كانوا بيان سور مختلفة على الآخر. من سيلو أي من عند ملك من عند برشا عباد. أنا أول إجابة بالحق قعدت في بالي واللي قريتها كانت من عند بن أحمد ماهي اللي قالت جاست حبر على ورق. بربي تبع شكون فيكم؟ تبعتني أنا. هو سكي سيغ معناها أنا وأمين كي باش نسألوا سؤال كي في ستوري مش باش ياخذونا أو سيريو معناتها. قالوا أي مستانس تجي معي يسأل فيهم في أسئلة كي ويحايب فيهم ويبربش وكل. أما ذا يحكي على جنون نهار كي. أنا ديجا كلمة دستور فما شكون ربطها بجنون. أنا هوني أي قل. فما شكون ربط كلمة دستور بجنون؟ وبرسمي يجيب لي موضوع كامل وقال لي راهو جنون موجوده في الدستور والا فما جن اسمه دستور ولا حاجه كيما هكا. اثر عليهم لي كومونتير داير شي من اخر لي كومونتير اللي في الاخرين حتى فهم برشا. انا بس نتاعي خلينا عويني بس فرند نتاعي فهمت شنو نعمل انا ومو هكا صحابي يتبعوا ويكتبوا زيد باهي. الدستور هو مجموعه من القوانين اللي تنظم حياه الفرد والمجموعه وتضمن استمراريه الدوله تعطش لكل ذي حق حقه. محليه اما انا زيد راهو عندي فولوور يتبعوا السياسه ويفهموا كل شيء كيما واحدة اسمها لينا ضويهري اللي تبع بالكدا قالت لنا اللي كلمة دستور هي كلمة يقولوها في حريم السلطان. جاو جاو الكل كلنا جاو هكاك اكزاكتومون تيلمون سمعناها ظهر لي دستور أكثر كلمة أكيد هي أكثر كلمة كومونت. باغ كونتخ يا لؤي الكومونتير اللي أنا شاد لي انتباهي واللي هو تحسه سيريو بارابور لي كومونتير اللي قريتهم أنتوما اللي هو من عند باري ميوزك يقول دستور ما نعرفش نحسه ما يهمنيش كي كنت صغير نسأل بابا يقول لي كي تكبرت وتعرف ولتو عرفت خاطر مانيش مستوعب ليه انا كبرت اصلا مانيش فاد لك خاطر حاسه شبابي وطفولتي ضاعوا في البلاد هذه معبر يمثلني بصراحه حس هو عرفت قلبه معبي قلبه معبي لازم يتفرج باش الطفوله نتاع اولاده ما تضيعش. عندي كومنتير واحد اخر هوني زيد فما محمد مهيب اللي هو يعطينا يفسر لنا في كلمه دستور شنو معناها. دونك دستور هي كلمه فارسيه مركب من زوز اجزاء دست ومعناها مكان ور ولا ور ور معناها صاحب ولا مولى. دونك معناها صاحب المكان ولا مولى المحل بلغه اخرى. من اخر ما تبارك الله عليها خاطر انا بدي عملت نفس الحاجه في الانستغرام يعني من اخر انا واحد من الناس من اخر الكومنتير واللي شدوا انتباهي على الاخر اللي هي عند عوني اسراء اللي تقول ها طول تذكرت باش نمشي للمكتبه ناخذ دستور خاطر بروف المدنيه طلبوا علينا. انا حقيقه ما خلطتش وانا بروف مدنيه يطلب علينا دستور نعرفش كان انتم لا يطلبوا علينا دستور الدنيا تبدلت اما انا مخزمه الحكايه وقفت غادي معناها ملي طلبوا علينا الدستور قينا عليه كلمتين ما نتذكرش عاود نحكينا عليه في ليسي. بار كونتر فما شكون قال معلومه انت قلتها رانيا اللي هي اللي هو الكومنتير نتاع عيشي احمد قال تونس 1861 كبتيها عرفت لخصها تونس هذه لازم ديكريبتيها هكا. سألنا الانستغرام اما زاد سألنا الشارع وخلينا نشوفوا شنو هي الشارع قال كي سمع كلمه دستور. اوكي يلا. قانون البلاد ديمقراطي القانون اللي يفيد الدوله مش موجود دستور جمله يجي على بالي القانون والديمقراطيه حقوق الانسان المساواه عنده حتى معنى بالنسبه لبرشا عباد كهو وفي بارمون يجي في تونس ستوري انستغرام ولا تيك توك على تيك توك شكون عملوا رانيا هذا انت عن مبادره مناظره هوني ولا احنا في مناظره راه مش اول مره نعملوا حاجه اول مره عملنا مناظرات تشريعيه ورئاسيه عملنا زعما مناظرات وبالدارجه خليها في تيل في دو سكون شكون عمل الفيتيل كان عندكم كون تيك توك يصلح على الاخر خاطر 15 ثانيه فرانيا تقالوا فما حاجات داير هما تقالوا مهمين اما كان نمشي نعطيو امثله من حياتنا اليوميه يعني برشا ناس نعرفوا ماهمش مهتمين بالدستور اما هو في برشا حاجات اللي نعيشهم في الكوتيديان نتاعنا ما عرفش كان عندكم انتم امثله. انا نظن القاعده نتاعنا لنا ديجا سبورتد باي الدستور اللي في فصل 31 يعطينا الحق نعطيو راينا وانتم زاد العباد اللي قاعدين في داركم توا تنجموا تعطيو رايكم بكل حريه وحتى حد من نجم يحكي معاكم على خاطر عندكم الفصل 31 اللي يعطيكم حقوقكم في تعبير الراي معناها انت تو تنجم تعطي رايك وحتى حد من نجم يحكي معاك. امين برجوليه الفصل انت اكتشفته من بعد ما تعطي في رايك برشا زاد اكتشفته من بعد
قبل كان فما شكون ينجم يجي يقول لي انت ما عندكش حق تعطي رايك كل شيء، لكن توا عندي دستوري عندي. اللي يحكي معايا نخرج الدستور عندك ضمين معناها بون هو خزر هكا اكثر الكوتي بوزيتيف من كراجل هذيك اللي قال الدستور حبر على ورق ومش موجود يبقى نجم نأيد شويه خاطر كي تجي تشوف برشا فصول مثلا انا كما قلت لكم كمواطنه عاديه معناها بسيطه تقول لي مثلا في الفصل 39 اللي التعليم الزامي الى سن السادسة عشر وتزيد تقول لي اللي تضمن الدوله الحق في التعليم المجاني بكامل مراحل حليه اتسيتيرا ان توكا التعليم الالزامي الى سن 16 الحق انا ما ريتش على خاطر الصغار اللي نبافيهم في الشارع يخدموا في خدمه نورمالمون في عمرهم ما يخدموهمش اما شفت شويه الجيل قاعدين يتحاسبوا خاطر خرجوا صغارهم من القرايه قبل ما يوصلوا 16 سنه كيف كيف مجانيه التعليم هي جوست تصوير وكها يعني انت تقول انه الدستور هو فيه الحاجه الباهي المزينه هذه اما التطبيق نتاعها والدوله ماهوش متبعه ما احلاها كيك تحسك اما يا جماعه غير ستار بوزيتيف انا محليني قصدك عندك اوكي كعبه نيجاتيف كعبه بوزيتيفيتي لي والله انا مثلا ثم الفصل 38 من الدستور اللي يضمن الحق في الصحه والتغطيه الاجتماعيه وغيره، تفهم بلدان مثلا في العالم كيما امريكا مثلا تكون فلوس تحلل وتعدي وتشوف يا خويا امورك وتعمل تشيك اب نتاعك، في تونس لا برغم اللي بون نخلصوا ندفعوا شويه في التعديه اما رمزي كمان معناها بارابور لبلدان اخرين. انا كيف ما حكيتوا انتم على الحقوق والحريات وفيت عملت هكا تشكيله صغيره من باب الحقوق والحريات انا تو سامبلومون الدستور حقي في العيش حقي في التعليم حقي في التعبير الحقوق هذيك اللي كفلها لنا الدستور الكل واللي بلوزومون نتمتعوا بها احنا توا معناها بلوزومون عبيتها مخيبه البلوزومون انا كان نحس في روحي نمارس فيها الكل خاطر الدستور انتم شديتوا يمكن الباب بتاع الحقوق كل شيء هو في بيبان انا باش نحل البيبان تاع السلطه التشريعيه والتنفيذيه كل شيء داير من اكثر الامثله خاطر ديما نتفرجوا في البرلمان مثلا في التلفزه نسمع خطابات وذاك اللي حطوا لنا الدستور بالنظام السياسي بكل شيء اللي موجود فيه الاطروحه نتاع اليوم داير هي مربوطه برشا باللي كنا نحكي فيه واللي هي هل زعما لازمنا دستور جديد والا لا شنو هي شكون عنده والله انا الحقيقه مازلت حايره ما نعرفش زعما مع الناس اللي تقول ايه ومع الناس اللي تقول لا يمكن نستناو الحلقه ونشوفوا راينا كيفاش يتبدل مازلت ما عندكش اعطيني عاد انا مازلت حايره الحق ما لا عندك لا اي لا لا خليني نحتفظ انا كيما راني بالضبط بين ما زلت ما نعرفش اسكو بالرسمي نحبوا نبدلوها الا لا لا تعرف تبدل لا تعرف لا تعرف نبدل لا نخلي انا مش ما نحبش ناخذ بوزيسيون ما سانسيغمون نقول مانيش ياسر متعمقه في الموضوع يمكن انا نقول لازمنا دستور جديد اما هي مش بالسهوله هذيك يمكن نقول لازم ما لازمناش دستور جديد دستورنا كيفي ويطلع مش كيفي انا مازلنا نلوجوا علاش قاعدين احنا هوني تتعقرب مع الدستور يمكن يطلع كيفي مش كيفي ما نعرفش شيء الله اعلم هذه الكل جوز تقول لي انت مع تبديل الدستور ولا لا انا تو سامبلومون على خاطر مانيش مع تبديل لا مانيش مع تبديل الدستور على خاطر احنا مستحقين نطبقوه اكثر من نبدلوه هذا الكل من بعد باش نعاودوا نحكيو فيه اما توا لقتي المفضلة الحقيقة اللي هي تفكرني بطفولتي نمر مباشرة للأستوديو الأصلي مع أخويا ليس مع زعمة مرحبا ليس مرحبا وي أهلا بيك شكرا لك ما جاو عندكم الحقيقة في الجيل الجاي ميرسي إن شاء الله نكونوا احنا زادة عندنا نفس الطاقة الإيجابية كما الطاقة اللي عندكم أنتم ميرسي اللي سخنتوا لنا جو على لي ريزو سوسيو الجيل الجاي نتفرج فيها كل مرة نتفرج فيها بكيف كبير زعما يلزمنا دستور جديد إفكتيفمون 60 دقيقة في المباشر شوي آخر من استديوهاتنا ومن ديكورنا الجديد ومع ضيوفنا لؤي مرسي بوكو إلياس نحن باش نرجع بطبيعة بعد ما نتفرجوا في زعمة والأراء متاع القادة الشبان باش نحكيوا لهنا في الأستوديو التحليلي ونعطيوا رانيا راينا ونزيدوا نكملوا نحكيه دونك تفرجوا في زعمة وبعد نرجعوا